أخبار متفرقة وبرامج متنوعة في كل المجالات، في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة يتبادلها اتحاد إذاعات وتلفزيونات العرب وطموحات وأهداف مشتركة في الأفاق. إن الجزائر ودعم لتطوير الجهد العربي المشترك الكفيل بضمان التموقع الإعلامي المؤثر تعمل حالياً على تجهيز مقر المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج بعدما استكملت إنجازه ببوشاوي في الجزائر العاصمة. يعني من دواعي سرورنا كاتحاد الغزة النوعية التي سجلتها التبادلات التلفزيونية إذ ناهز حجمها 13 ألف خبر في غضون 2021 رغم الأزمة، يعتبر هذا حجم كبير بمعدل يومي حدود 40 خبر. وإن شاء الله الآن مع إنشاء الشبكات الجديدة للاتحاد سيتعزز هذا الكم. أشغال الاجتماع السنوي للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين العرب الذي تستضيفه الجزائر والذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون والتبادل أدرج في أشغاله تغيرات البيئة الاتصالية والإعلام الجديد. من بين أهم المواضيع المطلوبة في التبادل هي المواضيع السياسية والأمنية بالنظر إلى الأزمات الموجودة في العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن. على مستوى الاتحاد حدثنا لجنة، هي لجنة الإعلام الجديد، بدأت تنشط ولها ميثاق تهتم بالمواضيع المنتجة عبر استعمال الوسائط الاجتماعية. هذه اللجنة أيضا ستجتمع في الجزائر في إطار ما يعرف بلجنة منسقي الإعلام الجديد، بحيث أن إدارات التبادل في التلفزيونات أحدثت منسق مكلف فقط بالمواضيع المنتجة عبر وسائل الاجتماعية أو عبر استعمال الأنترنت. رغم الأزمة الصحية إلا أن الجزائر أعادت جمع إذاعات وتلفزيونات العرب بعد فترة من الغياب لدعم وتطوير الجهد العربي المشترك في المجال الإعلامي.